يقولون بأن المحلل مأجور. المحلل، المحلل الرسول صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، يعني واحد الرجل كيطلق المرأة ديالو ثلاثة المرات. نحن نعلم أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية الأولى ولا الثانية فله حق ارتجاعها، يعني طلقها المرة الأولى ارضها، طلقها المرة الثانية ارضها، لكن إذا طلقها الثالثة فتكون مبتوتة، هذا الطلاق البات الذي لا يجوز له أن ينكحها إلا إذا تزوجت رجلا آخر ثم طلقها ذلك الرجل الثاني، بعد ذلك يجوز له أن يرجع امرأته. اش كيديروا دابا اصحاب الحيل؟ كيجيبوا واحد الرجل كيتفقوا معاه وكيقول لها اجي تزوج هذيك المراه ديالي، تزوجها ولكن دوز معاه واحد المده وطلقها باش تردها لي وغادي نخلصك. ومنهم من يفعل ذلك احتسابا، كيديرها بغى الاجر، كيبقى مع هذيك المراه واحد السيمانه بغى الاجر باش يحللها المولى. الاحناف كيقولوا هذا يعني امر لا باس به، هو فعل خير، وكيقول لك من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب باش يجمع هذيك الاسره مسكينه راه تشتات وكذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني سمى هذا الرجل التيس المستعار. التيس التيس هو ذاك العتروس. اصحاب الباديه الكسابه اش كيديروا؟ كيكون عندهم يعني النعاج، فكيقول لي اعطيني سلفني هذاك الفحل وكيجيبوه عنده كيخليه في الزريبه واحد يعني المده حتى كتلقح هذيك النعاج، كيردو كيرد ليه شي قوالب ديال السكر ولا شي حاجه معروف. اذا هذا التيس المستعار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، بجوجهم ملعونين، هذاك المحلل وهذاك المحلل له.